بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة معدنا مع حلقة جديدة من مواد التخصص الخاصة بالملابس الجاهزة، وخاصة بمراجعة ليلة الامتحان لمادة المعدات والماكينات والصيانة لأعزائنا الطلبة والطالبات اللي ما أسعفهمش الحظ إن هم يجتازوا امتحان الدور الأول في الدبلوم الخاص بمادة المعدات. أهم حاجة أنا بس عايزة الطلبة والطالبات بتوعنا يبقوا أعصابهم هادية إن شاء الله لما يدخلوا الامتحان، يقروا ورقة الأسئلة بهدوء جدا، يسترجعوا المعلومات بتاعتهم بطريقة صحيحة، نقرأ ورقة الأسئلة كلها من الأول للآخر، نشوف إيه اللي مطلوب مننا في رأس السؤال بتاعنا، نعرف نوعية السؤال، نفهمه بكل بساطة، ما نوترش نفسنا عشان إن شاء الله نعدي من المرحلة دي ونجتاز الامتحان ده ونحصل إن شاء الله على الشهادة الخاصة بالدبلوم بتاعنا ونبدأ حياتنا العملية إن شاء الله، أو للطلبة والطالبات اللي يحبوا يكملوا في مجال التعليم إن شاء الله بعد كده. اللي أنا عايزاه معاكم النهاردة إحنا هنعمل مراجعة سريعة جدا على مجمل المنهج بتاعنا الخاص بمادة المعدات والماكينات والصيانة. هنعملها في شكل أسئلة أو مجموعة من الأسئلة، أسئلة متنوعة ممكن تجينا في الامتحان، على أساسها هنعرف رأس السؤال ممكن تجينا إزاي وإيه المطلوب مني في الإجابة بتاعته وإزاي أجاوب عليه الإجابة الصحيحة بدون ما أنقص إن شاء الله درجات. يعني مثلا بعض الأمثلة من الأسئلة اللي كانت بتجينا، السؤال مثلا اللي هو بيقول لك اختار من المجموعة ألف ما يناسبها من مجموعة ب، في تكملة رأس السؤال بيقول لك وأنقلها، أنقل عبارة كاملة مكتوبة في كراسة إجابتك. بعض أعزائنا الطلبة بينسوا الجزئية دي خالص، هم بيلاقوا الجدول قدامهم والعمود ألف والعمود ب فبيوصلوا على طول، أو بيختاروا النقطة واحد بتتناسب مثلا أو تكملتها مع النقطة ب ويكتبوا واحد قصادها ب وليكن ثلاثة قصادها جيم وهكذا. لا، هو كاتب لك في راس السؤال وانقل العبارة كاملة في كراسة الإجابة بتاعتك، فإحنا ما نتجاهلش الجزئية دي، لأنه معنى أنه هو قالها لي أول حاجة بالنسبة لي أنه هو عايز يحافظ على درجتك. أنت ممكن وأنت مش واخد بالك من سرعتك، أو مثلا السؤال كان سهل بالنسبة لك فبتحله بسرعة، تتلخبط في كتابة الأرقام، فهو بيضمن لك حقك عشان تحصل على الدرجة كاملة بتاعتك، بيقولك اكتبها كاملة، يعني خد النقطة اللي أنت اخترتها من العمود ألف مع العمود ب واكتبها جملة على بعضها، بيضمن أول حاجة حق درجات حضرتك أو الإجابة تكون صحيحة زي اللي كانت في دماغي. حاجة تانية، هو ممكن يكون حاطط جزئية من الدرجة على كتابة الجملة أو كتابة العبارة، بيبقى عايز يعوض حضرتك مجموعة من الدرجات ولا حاجة، فيكون مثلا حاطط عليها نص درجة اللي هي الجزئية الخاصة بالكتابة دي، فأنت ما تكونش كتبتها يبقى ضيعتها منك على الفاضي، هو بيحاول يحافظ لك على درجة أو يديك درجة وأنت بتضيعها بكل بساطة. برضو في جزئية تانية في اللي هو السؤال الخاص بصح أو غلط، هو بيقول لك يعني شوف العبارة اللي قدامك دي، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة، وبننسى بقية رأس السؤال اللي هو بيقول لي مع تصويب الخطأ. فالجزئية دي مهمة جدا، مش معنى ان انا حطيت يعني عجبني السؤال او لقيته بسيط زي ما احنا شفنا او عايز انجزه واحله بسرعة، ده سؤال صح وغلط فاعمل علامة صح او علامة غلط واسيب الموضوع وامشي، لا، بقيت رأس السؤال بيقول لحضرتك مع تصويب الخطأ، معنى ان هو كتب لك الجزئية دي يعني عايزك تقول لي انت ليه عملتها غلط، لانها عليها درجة فانا ما ضيعش الدرجات دي مني. ده اللي بيحصل في أيام الامتحانات واللي بيتشاف في تصحيح الورقة بتاعت حضرتك. انت ممكن تكون مجاوب صح وتبقى خارج من الامتحان عامل حسابك لا ده السؤال ده بالذات انا مجاوبه كله صح، بس اجي في الاخر طب ما انا نسيت اعمل مع تصويب الخطأ، يبقى انا ضيعت مني الدرجة وانا مش واخد بالي. تمام، يبقى دي اهم حاجات ممكن ناخد بالنا منها او لازم ناخد بالنا منها. برضو في جزئية تانية اللي هي الخاصة بالعبارات اللي هي اكمل العبارات. تمام، هو جايب لي العبارة وطبعا في جزئيات خاصة بالنقط المفترض ان حضرتك هتكملها. تمام، هتكملها دي انت كتبت العبارة
وكتبت الكلمات في وسط الموضوع. طب ما انا برضو عايز اريح عين المصحح، عايز اضمن حقي، اشد له خط صغير كده تحت الجزئية اللي انا كتبتها او الكلمة اللي انا مطلوب مني ان انا اكملها من عندي، اشد خط صغير كده يبقى برضو بضمن حقي، والمصحح اللي قاعد انا كمان بسهل عليه وهو بيصحح كده ولا كده. في الاول وفي الاخر الورقة بتاعت حضرتك بتتشاف كاملة يعني، ده ما بس احنا بنقول في الاول وفي الاخر الشخصيات اللي بتصحح او ايا كان الناس الموجودة بشر، فانا برضو اضمن حقي واريح المصحح ان هو يحط لي الدرجة بتاعتي كاملة بدون ضرر او ضرار. فاحنا لازم ناخد بالنا نقرأ العبارة بتاعت اكمل كويس جدا، لان هو ممكن يكون طالب يعني في حاجة صغيرة كده بتختلف حاجة عن حاجة هي اللي بتوضح أو بتحدد الكلمة الناقصة اللي هو عايزها، فأنا ما اتلخبطش وأقرأ العبارة بالتركيز. برضو نوعية أسئلة تانية هنعرف نفرق ما بينها إن شاء الله في المجموعة اللي قدامنا، إذا كان رأس السؤال بيقول لحضرتك أذكر أو بيقول لحضرتك تكلم عن، احنا لازم نفرق بين الجزئيات دي. معنى ان هو بيقول لي اذكر يعني قول لي 1 2 3 يعني مكونات مثلا وليكن الجهاز ده، 1 مثلا الطاولة، 2 الابرة، 3 عمود الابرة، وهكذا. هو طالب 1 2 3 تمام، دي معنى كلمة اذكر. في الجزئية التانية اللي هو تكلم عن، معنى ان تكلم عن يعني بيقول لحضرتك قولهم لي 1 2 3 مع شرح كمان للاجزاء دي تمام. معنى ان هو تكلم يعني عرفني كل اللي عندك، الا لو هو حدد لحضرتك جزئيه معينه وبيقول لك تكلم عن النقطه الفلانيه، يعني مثلا اشرح لي الجزئيه الخاصه بالطاوله بتاعه الماكينه المعينه، معنى كده ان هي فيها حاجه مختلفه عن باقي طاولات الماكينات الاخرى او باقي الكورس الخاصه بالماكينات الاخرى، فهو عايز يعرف من حضرتك اذا كنت عارفها ولا لا، فهو هنا حدد لحضرتك النقطه دي بس اللي تتكلم عنها. يبقى هو هيقول لي مثلا اذكر اجزاء الماكينه وتكلم عن كذا تمام، هيبقى حدد لي نقطه معينه هي دي اللي بيقول لي تكلم عنها، يعني دي اشرحها لي تمام. يبقى يعني احنا نعرف نفرق بين اذكر وبين تكلم عن. اذكر يعني هتقول لي 1 2 3 والله بقى عندي وقت، يبقى انا بكتب ايه حاجه مبسطه كده نص سطر ولا حاجه بعرفه ان اللي انا ذكرته ده انا عارف ده معناه ايه او عارف هو عباره عن ايه، ده لو اتبقى وقت. اما في جزئيه اللي هو بيقول لحضرتك تكلم عن، تكلم عن يعني لازم تشرح خلاص كده، دي اساسيات ومبادئ لازم نكون عارفينها من كلمه راس السؤال نفسها. في برضو نقطة تانية اللي هو بيقول لحضرتك اكتب ما تعرفه عن، اكتب ما تعرفه عن يعني كل اللي عند حضرتك تكتبه، يعني وليكن زي ما هنشوف معانا برضو في أمثلة الأسئلة اللي احنا مقدمينها إن شاء الله، وليكن هيقول لحضرتك ما تعرفه، اكتب ما تعرفه عن ماكينة الأورلي، ماكينة الأزرار، المكابس تمام وهكذا. فمعنى ان هو بيقول لحضرتك يعني انت هتقول لي انواعها، هتقول لي مميزاتها، هتقول لي اهم الاجزاء الخاصه بيها، كل حاجه تعرفها عن الجزئيه اللي هو طالب منك ان انت تعرفها له تكتبها خلاص كده. يبقى احنا لازم نعرف الفرق بين كل جزئيه والتانية. نبدا كده مع بعض ان شاء الله نشوف ايه هي الاسئله اللي معانا. اول حاجه سؤال اهو بيقول لي اذكر الغرض لكل من، دي نوعية سؤال تانية ممكن يجيبها لي. يبقى هو طالب في حاجة، طالب حاجة معينة بس الغرض من الجهاز ده هو ايه. هنشوف مثلا اول حاجة عملية الكي، عملية الكي الغرض منها ايه تمام. انا شايفة حضراتكم، انا فاكرة ان انتوا ايوة قايلين كان في كذا نقطة كده احنا عارفينها وشرحناها قبل كده لما جبنا نوعيات المكاوي والمكابس وشرحناها مع بعض. بصوا كده معايا اهي، برافو عليكم. اول حاجة قلتولي عليها المكوى انا بستخدمها في تهيئة المنتج للبيع تمام. ما هو المنتج لو ما كانش بالشكل المناسب ومكوي بشكل مناسب مش هقدر ابيعه تمام. تاني حاجة عمل الكسرات، وخصوصا لو كانت الاجزاء الخاصه بالبليسي اللي هي الكسرات المتتاليه سواء كانت عريضه او رفيعه وبتكون كسرات ثابته، فهي لازم تكون الكسرات باينه فيها. يبقى اول حاجه تهيئه المنتج للبيع، تاني حاجه عمل الكسرات ده تاني غرض ليها بستخدم فيه المكوى. طيب
ثالث غرض هو تشكيل المنتج ليحاكي الجسم. في بعض الأجزاء لما احنا قلنا بلبس المنتج بتاعي على المانيكان أو العروسة وبيكوي، فهو بياخد شكل الجسم أو بياخد منحنيات الجسم والارتفاعات والانخفاضات الخاصة بالجسم. فهو يبقى ثالث غرض عندي هو تشكيل المنتج ليحاكي الجسم. رابع غرض عندي بستخدمه في الكي هو تحضير قطع المنتجات لعمليات حياكة تالية، واحنا بنسميها اللي هي عملية التجهيز المرحلي، وخدنا على كده وعرفنا او شفنا جزئية زي التجهيز الخاص بالاسورة مثلا بتاعة القميص او الكولة، فانا بجهزها يعني بحط الفازلين على القماش، فدي بتحتاج المكوى، دي عملية تجهيز. تنتقل للمرحلة اللي بعديها اللي هي بتتم بيها عملية الحياكة، تمام؟ يبقى دي تحضير قطع المنتجات لعمليات حياكة تالية، تمام كده؟ يبقى ايه هو الغرض من عملية الكي؟ هنقول واحد تهيئة المنتج للبيع، اتنين عمل الكسرات، تلاتة تشكيل المنتج ليحاكي الجسم، اربعة تحضير قطع المنتج لعمليات حياكة تالية، تمام؟ نيجي نشوف سؤال تاني هو الغرض برضو، احنا لسه في الجزئية الخاصة بما الغرض من استخدام ماكينة الفرماتورة. يعني انا بستخدم ماكينة الفرماتورة في ايه؟ لا طلب مني انواعها ولا طلب مني الاجزاء بتاعتها ولا طلب مني اي حاجة، هو بيقول لي احنا بنستخدمها ليه، الغرض منها ايه فقط لا غير، تمام؟ نشوف مع بعض كده الغرض منها. بيقول لي اول حاجة التثبيت في اتجاهات مختلفة، تثبيت طبعا الحياكة اللي هو تثبيت الخياطة وتثبيت بداية الجزئية، زي ايه مثلا؟ بيقول لي حياكة حول العروة، دي حاجة، او تركيب شريط، او غلق طرفي الاستك. يبقى انا في الحاجة دي طبعا احنا عارفين الفرماتورة اللي هي بتعمل لي خط خياطة وبعد كده ترجع عليه تخيطه مرة تانية، دي الفرماتورة، فهي المكنة بتروح وترجع تثبيت على نفس الخط مرة تانية، فهي تثبيت في اتجاهات مختلفة سواء كان بالطول او بالعرض او ايا كان، مثل حياكة حول العروة او تركيب شريط او غلق طرفي الاستك. دي اول نقطة للغرض من ماكينة الفرماتورة. تاني حاجة التثبيت على اللوكسات الخاصة بالبنطلون سواء كان الرجالي او الحريمي او الجنس، وطبعا كلنا عارفين اللوكسات هي اللي هي العروة اللي موجودة في القمر او اللي هي بيمر فيها الحزام بتاع البنطلون، تمام؟ يبقى مش العروة اللي بيدخل بقى فيها الزرار، لا، اللوكسة هي قطعة القماش اللي بتبقى متثبتة على قمر البنطلون سواء الرجالي او الحريمي او البنطلون الجنس اللي احنا بندخل فيه الحزام، تمام؟ فهو بيقول لي بتعمل على تثبيت اللوكسة الخاصة بالبنطلون سواء كان الرجالي او الحريمي او الجنس، واللوكسة دي بيكون طرفها العلوي متني وطرفها السفلي متني، وهو بيثبت لي الحرفين دول عشان خاطر ما تتحركش مني. ثالث حاجة بيقول لي بتستخدم الفرماتورة على بداية ونهاية الجيوب، بداية ونهاية الجيوب بنشوفها كمان واضحة جدا في البنطلونات الجينز، بنلاقي الجيب كده في بدايته في خط تخين ثابت رايح راجع، بنلاقي خط الخياطة بتاعها تخين شوية، برضو في بعض القمصان الرجالي اللي هي الجزء العلوي منها او لو كان جيب بقلاب او حاجة بتبقى دايما في بداية في التثبيت طبعا علشان خاطر خط الخياطة ما يفكش مني، فدي بتبقى عملية تثبيت لبدايات ونهايات الجيوب. في برضو رابع غرض من استخدام ماكينة الفرماتورة تثبيت التيكت على المنتج بالطول او بالعرض حسب المطلوب. طبعا التيكت هي الليبل او العلامة اللي بتبقى متثبتة على ظهر المنتج او في بعض الاحيان بتبقى موجودة في الخياطة الجانبية من المنتج نفسه، فاحنا بنتكلم على اللي موجود في ظهر او اسفل الكولة في الخلف من ورا، بنقول ان تثبيت التيكت ده بيكون
وظيفة ماكينة الفرماتورة. هو بيبقى موجود في الجزء اللي ورا كده، وبيبقى متثبت بماكينة الفرماتورة، عملية تثبيت رايح جاي سواء بقى بالطول أو بالعرض على حسب شكل التيكت نفسه وهو محطوط، أو بتبقى أحيانا بتبقى موجودة في الخط الجانبي للحياكة. يبقى أنا كده عرفت عندي 4 أغراض لاستخدام ماكينة الفرماتورة. قلنا أول حاجة التثبيت حول العروة الخاصة بالزرار، كمان قلنا تثبيت الأستك، كمان قلنا أو طرف الأستك لما نيجي نقفله يعني، كمان قلنا في اللوكسات الخاصة بالبنطلون اللي هي بتبقى موجودة على القمر اللي بيدخل فيها الحزام، كمان قلنا إن هي بنستخدمها في تثبيت بداية ونهاية الجيب، تمام، في البدايات والنهايات علشان خاطر الخياطة ما تفكش مني. واخر حاجة قلنا ان احنا بنثبتها بنثبت بيها التيكت او الليبل اللي بيبقى موجود على المنتجات بتاعتنا، تمام. يبقى ده لما يجي يطلب مني الغرض. خلاص، يبقى احنا عرفت نوعية من نوعيات الاسئلة. لما يجي يطلب مني الغرض من حاجة معينة يبقى انا بستخدمها في ايه، مش محتاج مني الاجابة اكتر من كده. طيب نيجي نشوف بقى نوعية من الأسئلة تانية. أهو بيقول لي اللي هي الخاصة بأذكر، تمام، بيقول لي أذكر أهم الماكينات المستخدمة في صناعة البنطلون الجينز. معنى إن هو قال لي أذكر، يبقى زي ما احنا قلنا هنقول 1 2 3 أنا البنطلون الجينز علشان خاطر يتخيط إيه هو المكان اللي أنا بستخدمه في خط التشغيل بتاع المنتج ده، هو ده اللي طلبه مني. اذكر نوعيات الماكينات المستخدمة في صناعة البنطلون الجينز. نيجي نشوفهم كده مع بعض. اهو شايفين كده حضراتكم ذكرناهم 1 2 3 بس مش اكتر. اول حاجة ماكينة الخياطة السريعة، 2 ماكينة تركيب الجيوب بالكمبيوتر، 3 ماكينة الاوفرلوك، 4 ماكينة الفرماتورة، 5 ماكينة الزراع، 6 ماكينة اللف، 7 ماكينة العراوي، و8 ماكينة تركيب الكبسون، تمام. وطبعا تركيب الكبسون اللي هو الزرار المعدن اللي احنا عارفينه اللي هو بيبقى الكبس الخاص بالبنطلونات الجينز. يبقى هو هنا لما جه طلب مني وكتب لي في رأس السؤال اذكر، معناها ان هو طلب مني انا مش عايز منك شرح ولا عايز منك نوعيات الماكينة، كل ماكينة بستخدمها في أي مرحلة. هو مريحني جدا ومسهل عليا الموضوع، قال لي أذكر الماكينات المستخدمة في تشغيل أو في صناعة أو حياكة البنطلون الجينز، وهكتبهم النوعيات الماكينات اللي هم 8 ماكينات اللي موجودين عندي، سواء كانوا خياطة سريعة أو تركيب الجيوب بالكمبيوتر أو الأوفر أو الفرماتورة أو ماكينة الزراع، اللف، العراوي، وتركيب الكبسون. وطبعا كل جزئية من دي حضراتكم المفروض احنا عارفينها بتستخدم في ايه. طبعا الخياطة السريعة انا عندي في خط خياطة البنطلون العادي، في الجزئية ادام خياطة عادي يبقى انا محتاج طبيعي ماكينة اوفر، محتاج تركيب الجيب بتاعي، والتركيب الجيب في البنطلون الجينز بيكون بالكمبيوتر. علشان اركب الجيب يبقى انا لازم ابقى محتاج ماكينة الفرماتورة، عشان اقفل رجل البنطلون هي عبارة عن اسطوانة بقى محتاج ماكينة الزراع، برضو محتاج ماكينة اللف اللي هي بتعمل لي الغرزة المخفية، محتاج طبعا ماكينة العراوي عشان تعمل لي العروة بتاعة الزرار بتاعي. الزرار بتاعي دايما في البنطلون الجينز بيكون اللي هو الزرار المعدن الكبس، فعلشان كده انا محتاج ماكينة الكبسون، تمام كده. يبقى هي دي نوعيات الماكينات اللي انا بستخدمها في صناعة او في حياكة البنطلون الجينز. نيجي نشوف مع بعض نوعية أسئلة تانية، وهو بيقول لي تكلم عن. معنى تكلم عن زي ما احنا اتفقنا يعني اشرح اللي عندك، قول لي ايه اللي انت تعرفه. نشوف كده، اول سؤال عندي تكلم عن، هنفترض انه قال لي تكلم عن وحدة تشغيل المنتج بماكينة تركيب الجيب بالكمبيوتر للبنطلون الجينز، تمام. هو هنا بيقول لي تكلم عنها، يعني قول لي هي عبارة عن ايه، تمام. نيجي نشوف كده اهو، اول حاجة هنقول له ان بتتكون وحدة تشغيل المنتج بماكينة تركيب الجيب بالكمبيوتر للبنطلون الجينز. انا خدت راس السؤال
بتاعه اللي هو اداهوني، وباكده انا هجاوب لك على الجزئيه دي اللي هي نقطه السؤال دي اللي انت طلبتها. يعني انا مش متلخبط في الاجابه بتاعتي، انا عارف ان السؤال اللي انت طلبته ده هي دي اجابته، فدايما بيبقى عندي تمييز في بدايه الاجابه بتاعتي، وبنبقى واخدينه من الجزء الخاص من السؤال نفسه عشان اعرفه انا عارف انك بتتكلم على الجزئيه دي اهو. عشان كده قلت له اول حاجه ان بتتكون وحده تشغيل المنتج بماكينه تركيب الجيب بالكمبيوتر للبنطلون الجينز اول حاجه من ذراع نقل المنتج، تمام؟ يبقى انا عندي ذراع بينقل المنتج من وحده الاعداد الى وحده التشغيل، تمام؟ يبقى هو بينقل لي المنتج من وحدة الإعداد إلى وحدة التشغيل، أنا بشرح له الطريقة اللي بيشتغل بيها، تمام؟ طيب النقل، عملية النقل دي بتتم بطريقة إيه؟ بنقول أهو بطريقة أوتوماتيكية، تمام؟ يبقى أنا لازم أوضح له، ما هو معنى إن هي بالكمبيوتر يبقى لازم في طريقة أوتوماتيكية، تمام؟ يبقى هي نقل المنتج من وحدة الإعداد إلى وحدة التشغيل بطريقة أوتوماتيكية، ثم تقوم الماكينة بواسطة إبرتين. يبقى أنا كده عرفته إن هي كمان فيها إبرتين، تمام؟ يبقى ثم تقوم الماكينة بواسطة إبرتين بتثبيت الجيب بالخياطة آليًا، بتثبيت الجيب بالخياطة آليًا في المكان المخصص للبرنامج المعد سابقا. ما هي ادام شغاله بالكمبيوتر يبقى في برنامج هو بيشتغل على اساسه اللي هو بيحدد له مكان الجيب في المنطقه الجزئيه دي، وهو لازم هيتثبت في المكان ده. فاحنا هنا شرحنا له وقلنا له ان هي عباره عن ذراع بينقلني المنتج بتاعي من وحده الاعداد لوحده التشغيل، النقل ده بيتم بطريقه اوتوماتيكيه، تمام كده؟ بعد كده بتقوم الماكينة عن طريق الإبرتين إن هي بتعمل لي خطين الخياطة بتوعي اللي هو تثبيت الجيب بتاعي أهو. التثبيت بقى بتكون الخياطة دي بالطريقة الآلية، بالطريقة الآلية دي بناء على إيه؟ بناء على المكان اللي موجود في البرنامج اللي هو محدده البرنامج، اللي هو LCD هي اللي أنا ضيفاها لجهاز الكمبيوتر اللي هي بتقول له ده المكان اللي هتتخيط فيه وهتتخيط بالطريقة كذا. يبقى هتبقى الفرماتورة في المنطقة الفلانية، وهتبتدي بعديها الخياطة بالشكل ده، سواء بقى الجيب بتاعي مربع أو في زاوية 7 من أسفل، أيا كان بقى شكل الجيب على حسب البرنامج الموضوع في الكمبيوتر. وفي النهاية هيعمل لي الفرماتورة برضو اللي هي تثبيت نهاية الجيب، كل ده عن طريق البرنامج المعد سابقا. خلاص كده يبقى أنا تكلمت عن إيه؟ عن وحدة تشغيل المنتج بماكينة تركيب الجيب بالكمبيوتر للبنطلون الجينز، كده أنا تكلمت عنها وشرحتها. خلاص كده يبقى أنا عرفته هي بتتكون من إيه وبتشتغل إزاي، سواء كان الجزئية اللي فيها أوتوماتيكية بتبقى إزاي، الذراع اللي موجود فيها موجود وظيفته بتعمل إيه، موجودة عندي الإبرتين بتوع الخياطة، تمام؟ بيشتغلوا إزاي، بيخيطوا خياطة إيه، وعن طريق برنامج إيه، البرنامج بيحدد لي المكان وشكل الخياطة، تمام كده؟ نيجي ننتقل مع بعض للسؤال اللي بعده. برضو لما يجي يقول لي تكلم عن استخدامات جهاز الكشف عن المعادن في صناعة الملابس الجاهزة، دي نقطة تانية برضو بيقول لي تكلم عن، بيتكلم عن الجهاز ده برضو يبقى معناها ان انا بشرحوله بالتفصيل. نيجي نشوف كده الاجابة مع بعض اهو. هنقول برضو هناخد الجزئية الخاصة بالتمييز الأولانية اللي موجودة عندي في السؤال، هنقول يستخدم جهاز الكشف عن المعادن في صناعة الملابس الجاهزة، بستخدمه امتى؟ عند انكسار الإبرة، تمام؟ أثناء الإنتاج ايه اللي بيحصل؟ بيقول يتم البحث عنها داخل القطع الملبسية بتجميع الإبر على لوحة لاصقة وبعد تغليف المنتجات وقبل وضعها داخل كراتين الشحن. خلاص كده يبقى انا كده لما جيت اقول له، لما جه هو قال لي تكلم عنه، يبقى انا بشرح له هو بيعمل لي ايه ووظيفته ايه وبيعملها ازاي. نرجع نقولها تاني مع بعض اهو. بيقول لي بيستخدم جهاز الكشف عن المعادن في صناعة الملابس الجاهزة عند انكسار الإبرة اثناء الانتاج، ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي يتم البحث، بيتم البحث ده عن طريق ايه، او الفحص ده بيتم عن طريق ايه؟ عن طريق جهاز الكشف عن المعادن. ما هي الابره عباره عن معدن وهي اتكسرت،
يبقى مين اللي هيدور لي عليها؟ هو جهاز الكشف عن المعاني، يبقى هي دي الوظيفة الأساسية بتاعته. طب عشان خاطر يدور لي عليها أو يبحث عنها أو يفحص المنتجات بنعمل إيه؟ بيقول لي هو بيتم البحث عنها داخل القطع الملبسية، إزاي؟ بتجميع الإبر على لوحة لاصقة وبعد التغليف المنتجات، وإيه كمان؟ وقبل وضعها داخل كراتين الشحن بيتم الفحص بواسطة جهاز الكشف عن المعادن، عشان ما ينفعش بعد ما اغلفها واحطها في الكراتين واجي اصدرها الناس تيجي تفتحها تلاقي فيها اجزاء زي كده، فطبعا بيبقى عندي خسارة وممكن يرجعها لي وتبقى عندي غرام. خلاص، يبقى انا احتياطي بعمل عن طريق جهاز الفحص عن او الكشف عن المعادن. يبقى انا في الحالة دي تكلمت عنه برضو بطريقة مبسطة، عرفت الفكرة العامة بتاعته ايه وبيستخدم ازاي من غير ما ادخل في تفاصيل كتير. تمام، نيجي نشوف برضو سؤال تاني اللي هو تكلم عن برضو بس جايبها لي المرة دي بشكل مختلف، فبرضو انا ما يخدعنيش شكل السؤال، اقراه لنهايته وهعرف المقصود منه ايه. نيجي نشوف كده ممكن يجيب لي صيغة تكلم عن ازاي. نشوف كده، بيقول لي اول حاجة بيقول لي اهو: القص باستخدام الكمبيوتر له عدة نظم، اشهرها القص الاوتوماتيكي. تمام، يبقى هو القص بالكمبيوتر ليه عدة نظم، يعني ليه كذا نظام، أشهرها هو القص الأوتوماتيكي، وهو يتكون من 4 تصميمات مختلفة. تمام، طيب وبعدين أنت عايز مني؟ جه هنا بص وقال لي تكلم عن مميزات نظام دايموند لقص الإيه؟ الإنفيسرو نيكا، الإنفرو، الإنفي سرو نيكا، الإنفي سرو نيكا. تمام، طيب نيجي نشوف الموضوع ده هتبقى اجابته عامله ازاي. هو هنا كله اللي طلب مني مميزات النظام ده ايه. نشوف كده اهو، هنيجي نتكلم. يبقى كل اللي قاله لي قبل كده ده كان عباره عن مقدمه، انا طالب مني في صيغه السؤال ان انا اتكلم عن المميزات بتاعه النظام ده بس، فهاجي اقول له كده في الاجابه بتاعتي ادي مميزات نظام دايموند القص الام في ثرونيكا. اول حاجه إمكانية اكتشاف أي عطل يصيب السلاح، تمام، ويقوم بإصلاحه. يبقى هو مش بيكتشف العطل بس، لا ده كمان وبيقوم بإصلاحه. يبقى أول ميزة إمكانية اكتشاف أي عطل يصيب السلاح ويقوم بإصلاحه. 2، التحكم في سرعة السلاح لمنع انصهار الألياف الصناعية والمخلوطة. فهي من سرعة السلاح ده معدن فهيسخن، لو الألياف عندي صناعية يبقى الألياف دي هتسيح أو يحصل لها عملية حرق كده بسيطة، فهو هنا بيقول لي بيمنع انصهار الألياف، يبقى التحكم في سرعة السلاح لمنع انصهار الألياف الصناعية والمخلوطة وللحصول على طبقات سليمة الأبعاد. ما هي لو حصل لها عملية انصهار شوية يبقى هيحصل فيها انكماش، فهتقل أبعاد المنتج بتاعي، يبقى مش هوصل للأبعاد القياسية اللي احنا متفقين عليها. يبقى أول ميزة اكتشاف الأعطال اللي بتصيب السلاح وإصلاحها. تاني حاجة التحكم في سرعة السلاح لمنع انصهار الألياف الصناعية والمخلوطة والحصول على طبقات سليمة من اتجاه أو من ناحية الأبعاد الخاصة بالمنتج يعني. تالت حاجة بيمنح هذا النظام القائم بالتشغيل تقارير كاملة عن الإنتاج، تقارير كاملة عن الإنتاج بس، قال لي لأ والوقت الحقيقي لبيانات الإنتاج. يبقى أنا كمية الإنتاج بتاعتي دي بنفذها الوقت الفعلي اللي احنا اشتغلناه عبارة عن إيه؟ ما هو احنا متفقين إن بيبقى فيه وقت احنا واضعينه على الورق، لكن فعليا في تحدث بعض الاعطال، بتحدث بعض الاجراءات الغير متوقعه، توقف ما قدرتش توصل لي خامات بطريقه معينه، جزء اتكسر في الماكينه بشكل معين، اضطريت اعمل صيانه بشكل مفاجئ، ايا كان. فبتحصل في بعض الاوقات بتبقى ضايعه في النص، ممكن ما اكونش محدد المرحلة بتاعتي دي هتتم في عدد دقايق أو عدد ثواني بالدقة المظبوطة على حسب طبعا مهارة كل عامل، فبتختلف في الوقت بتاعها. يبقى أنا في الحالة دي إن النظام ده بيساعدني في تحديد الوقت الفعلي اللي هو الزمن اللي تم فيه الإنتاج فعليا حقيقي على أرض الواقع كان عبارة عن إيه. كمان برضو بنقول إن هذا الجهاز مزود بخاصية عدم الاهتزاز، تمام، بخاصية عدم الاهتزاز أثناء حركة المقص. كمان بيقول لي إن هذا الجهاز مزود أيضا بنظام تبريد،
تبريد لمين؟ اهو لسلاح القصم. احنا قلنا ان هو غير ان هو بيحد من سرعته، لا كمان عنده نظام تبريد لسلاح القصم، وهو يعمل آليا مع وصول درجة حرارة السلاح الى كام؟ الى 50 درجة مئوية. يبقى هو في تايمر حساس بيقدر يحس درجة حرارة السلاح، مجرد ما توصل السلاح المعدن درجة الحرارة بتاعته ل50 درجة مئوية بيشتغل عندي جهاز خاص بالتبريد يبرد درجة حرارة السلاح، وطبعا لضمان الحفاظ على الأجزاء المقصوصة أو الأبعاد بتاعتنا، خصوصا زي ما قلنا قبل كده لو كانت من الألياف الصناعية أو الألياف المخلوطة. تمام كده، يبقى احنا كده عرفنا الجزئية الخاصة بمميزات نظام الدايموند اللي هو كان طلبه مني لما قلنا اكتشاف أي عطل بيصيب السلاح وكمان بيقوم بإصلاحه. تاني حاجة التحكم في سرعة السلاح لمنع انصهار الألياف، وطبعا الوصول للطبقات سليمة بالأبعاد من انصهار الألياف الصناعية أو المخلوطة. كمان بيحدد نظام التشغيل وإعداد تقارير كاملة عن الإنتاج والوقت الحقيقي الفعلي لبيانات الإنتاج. كمان مزود بخاصية عدم الاهتزاز أثناء حركة المقص. كمان بنقول إن الجهاز مزود بنظام تبريد خصوصا عند ارتفاع درجة حرارة السلاح عن 50 درجة مئوية لضمان عدم انصهار أطراف الأجزاء المقصوصة. تمام كده، يبقى ده كان صيغة تانية ل نوعية من نوعيات أسئلة تكلم عن. طيب نيجي نشوف نوعية أسئلة تانية برضو معانا، وهي زي ما اتكلمنا وقلنا في بداية حلقتنا، هي الخاصة بضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة، وما ننساش الجزئية اللي باقية مع تصويب الخطأ. لازم ناخد بالنا من الجزئية دي أوي. نشوف كده مع بعض، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصويب الخطأ. أرجوكم نركز عشان ما تضيعش منا الدرجات. نشوف أول سؤال معانا كده، بنقول يتم وضع الجيب بعد كيو بطريقة أوتوماتيكية أعلى خلف البنطلون، صح ولا غلط؟ طبعا غلط. تمام، ليه؟ بنقول إن بيتم وضع الجيب بعد كيو بطريقة يدوية، تمام، اعلى خلف البنطلون في وحدة الاعداد بعد عملية الكي. تمام، هو ما قاليش ان احنا استخدمنا الماكينة الاوتوماتيكية، ففي الحالة دي هو بيكلمني بوجه عام. ادم حدد ليش بالطريقة الاوتوماتيكية او على الماكينة نفسها الاوتوماتيكية، يبقى انا في الحالة دي بستخدم يدوي، خلاص، يبقى انا مجرد هو هنا بيخدعني، يبقى في الحالة دي هي بطريقة، الطريقة دي خطأ. تمام، يبقى هي مش بطريقة أوتوماتيكية، هي بطريقة يدوية وبتكون في وحدة الإعداد بعد عملية الكي. تمام، طيب نيجي نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي تختلف أنواع ماكينة الفرماتورة باختلاف الشركات المنتجة لها واختلاف سرعة كل ماكينة. طبعا الكلام ده صح جدا، وبتبقى مختلفة كل منها على حسب الشركة وسرعة الماكينة. تمام، نيجي نشوف سؤال تاني معانا، يقول لي تقوم ماكينة تركيب الجيب للبنطلون بالتمكين بواسطة إبرة مع عمل فرماتورة. انا فاكرة ان انتوا بتجاوبوا معايا وتقولوا لي لا، ده احنا لسه كنا متكلمين وقايلين ان هما كانوا عبارة عن إبرتين، صح كده، بيعملوا لي خطين خياطة، صح الكلام ده؟ صح لما قلتوا لي ان هو كان عن طريق السديهاية او الشريط اللي احنا حاطينه في الجهاز الكمبيوتر، صح كده؟ تمام، انا سامعاكم بتقولوا ان اللي فعلا العبارة دي هي عبارة خاطئة، والتصحيح بتاعها لان هو قايل لي مع التصويب ان بتكون ماكينة تركيب الجيب للبنطلون بالتمكين بواسطة إبرتين، تمام جدا، مع عمل فرماتورة. شايفين حضراتكم احنا بنكتبها وبنصحح، والجزئية الخاطئة بنشد تحتها خط عشان اضمن حقي وكمان اسهل على المصحح وهو بيصحح. تمام، نيجي نشوف سؤال تاني، بيقول لي لا يمكن استخدام ماكينة الحياكة العادية لحياكة الأقمشة ذات المطاطية،
طب انا لو حد بيقرا بسرعه وهو مش واخد باله ونسي كلمه لا، هيروح عاملها لي غلط، صح كده؟ فعشان كده احنا بنقول احنا نقرا بتأني، هي العباره صحيحه لان هو في بدايه العباره قايل لي لا يمكن استخدام. احنا طبعا كلنا عارفين ان ماكينه الحياكه العاديه بنستخدمها مع الاقمشه غالبا المنسوجه، اما الاقمشه المطاطه فدايما بتبقى مع الانترلوك او ماكينه الاوفر يعني، ومع الاورليه، لان هي بيبقى فيها جزء خاص بالرش اللي هو بيديني مطاطيه في الغرزه نفسها، اما ماكينه الحياكه العاديه فما فيهاش مساحه للمطاطيه، فما بنقدرش نستخدمها مع الاقمشه المطاطه. فمعنى ان هو قال لي لا يمكن، يبقى العباره دي عباره صحيحه، يبقى لا يمكن استخدام ماكينه الحياكه العاديه لحياكه الاقمشه ذات المطاطيه. طبعا الاجابه دي اجابه صحيحه. نيجي نشوف تاني، خزان الكبسون في ماكينه تركيب الكبسون عبارة عن 3 خزانات. انا فاكرة طبعا حضراتكم قلتوا لي لا، ده احنا لما شفنا الفيديو بتاعنا لما كانت المكنة شغالة كان فيها 2 كبسون، الجزء الخاص بالراس نفسه والجزء التاني اللي هو كان الجزء الخلفي او السفلي اللي بيضغط على الكبسونة نفسها. فشايفاكم وسامعاكم وانتوا بتقولي لا طبعا ده العبارة دي عبارة خاطئة. طيب امال هي ايه؟ هتقولي احنا هنكتبها، هي خزان الكبسون في ماكينة تركيب الكبسون عبارة عن خزانان، يبقى بدل 3 خزانات كتبنا خزانان، او نكتب 2 خزان ايا كان، تمام؟ ونشد بس تحتيها خط عشان اوضح ان الغلط كان في الجزئية دي، تمام؟ نيجي نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي تستخدم ماكينة اللفق في عمل غرز مخفية بالطول او بالعرض للمنتج. طبعا انا سامعاكم وانتوا بتقولي طبعا الاجابه دي صحيحه، لان دي اول جزئيه في تعريف ماكينه اللفق اصلا، صح؟ فهي اول جزئيه بيقول ان هي بتستخدم، معنى لفق ان هي بتكون غير واضحه غير ظاهره، وكنا شفناها قبل كده برضو في الفيديو اللي قدمناه في الحلقات اللي فاتت بتاعه الشرح. الغرزه عندي بتبقى من تحت في الجزء المتني كمان، ما بتبقاش ظاهرة خالص على وش القماش، فهي فعلا بتستخدم في عمل غرز مخفية سواء بالطول أو بالعرض للمنتج، فالإجابة دي هي إجابة صحيحة. نيجي نشوف سؤال تاني برضو، بيقول لي تتميز ماكينة اللفق بأنها مزودة من أسفل بقرصة ثابتة. طبعا غلط، هي القرصة بتاعتها هي قرصة متحركة، لان احنا كنا لسه قايلين ان هي بالطول او بالعرض فلازم تلف معايا. يبقى هنقول الاجابة بتاعتنا هي تتميز ماكينة اللفق بانها مزودة من اسفل بقرصة متحركة، يبقى بدل ثابتة هنخليها متحركة ونشد برضو تحتيها خط، تمام كده؟ نيجي نشوف برضو نقطة كمان صح ولا غلط، بيقول لي وظيفة علبة الزيت للخيوط في ماكينة الأورليه هي سهولة ونعومة مرور الخيط بالدلائل. طبعا الإجابة دي هي إجابة صحيحة، لأن احنا موجودة عندنا علبة الزيت بيمر عليها الخيط علشان خاطر ينعم الخيط شوية ويمر في باقي الأدلة اللي هي الإخرام المعدنية الخاصة بلضم الماكينة بدون ما يحصل لها عملية قطع أو حاجة. فهي الوظيفة الأساسية الخاصة بعلبة الزيت هي سهولة ونعومة مرور الخيوط داخل الأدلة، فإذا الإجابة دي هي إجابة صحيحة. نيجي نشوف برضو سؤال تاني صح ولا غلط، يعمل عمود إبرة ماكينة تركيب الأستك. يبقى هو هنا بيكلمني عن عمود الإبرة اللي موجود في ماكينة تركيب الأستك، يحمل عمود إبرة ماكينة تركيب الأستك، بيحمل كام إبرة؟ 5 إبر تتحرك مع بعضها أثناء التشغيل. طبعا الإجابة دي هي إجابة خاطئة، أمال إيه الصح؟ هو بيحمل عمود إبرة الماكينة الخاص بتركيب الأستك 4 إبر تتحرك مع بعضها أثناء التشغيل، يبقى بدل 5 إبر دي احنا شلناها أو غيرناها وخليناها 4 إبر وشدينا تحتيها خط. يبقى في الحالة دي الإجابة بتاعتي بعد عملية التصحيح اللي احنا صححناه، يحمل عمود إبرة ماكينة تركيب الأستك 4 إبر تتحرك مع بعضها أثناء التشغيل، تمام؟ نيجي السؤال اللي بعده، بيقول لي الكي
له أغراض متعددة، منها عمل الكسرات. طبعا احنا كنا لسه مجاوبين في السؤال الأولاني لما كان جايب لي ما الغرض من عملية الكي، وكان نقطة من النقاط بتاعته لو نفتكر مع بعض هي عمل الكسرات الخاصة بالمنتجات، وقلنا سواء كانت اللي هي البليسي العريضة أو الرفيعة الخاصة اللي هي بتبقى ثابتة وبتبقى ظاهرة أكتر في الجنلات الحريمي أو جنلات الأطفال، وبتبقى ظاهرة أكتر في الجنلات الخاصة بالزي المدرسي. فدي غرض أساسي من أغراض عملية الكي. يبقى إذا الإجابة اللي معايا دي هي إجابة صحيحة. يبقى إذا الكي له أغراض متعددة، منها الكي عمل الكسرات، يبقى الإجابة دي صحيحة. طب أمال إمتى ممكن تكون غلط؟ لو كان قايل لي ده كده فقط، يعني الغرض بدل متعددة من أغراض عملية الكي عمل الكسرات فقط، يبقى في الحالة دي هي تكون الإجابة خاطئة، لأن هو قال لي فقط. لا، هي مش فقط، هو كان ليها كذا غرض، منها عمل الكسرات، تمام. لكن ادام هو هنا حدد لي قال لي منها هي متعدده ومنها عمل الكسرات، يبقى اذا الاجابه دي اجابه صحيحه، تمام. نيجي نشوف النوعيه من الاسئله الثانيه. بيقول لي اختر من عبارات المجموعه الف ما يناسبها من عبارات المجموعه ب. ناخد بالنا بقى بقيه السؤال بيقول لي ايه. ثم اعد كتابه الجمل كامله في ورقة الإجابة. يعني إيه كاملة؟ هو أدام حددها لي يبقى لازم اللي أجيبه من ألف النقطة الأولانية مثلا في ألف أشوف إجابتها إيه وأكتبها كلها على بعضيها. أكتبها فين؟ أكتبها في كراسة الإجابة. طب حتى لو ما طلبش مني، معلش نتعب شوية ونكتب الجملة كاملة. يعني حتى لو ما طلبش مني في راس السؤال ثم أعد كتابة الجمل كاملة في ورقة الإجابة، معلش برضو إحنا نكتبها، تمام. لعل وعسى ممكن اكون انا غلطت وانا مش واخد بالي وتوترت، وزي ما قلنا في بداية حلقتنا ما اخدتش بالي من الارقام فكتبت رقم مكان رقم فطلعت الاجابة في الحالة دي غلط، لكن انا بضمن لما بكتب الاجابة كاملة على بعضها. طيب نيجي نشوف زي ايه الكلام ده. اول حاجة هو عندي جدول ممكن يجيبهولي بالطريقة دي. ادي المجموعة الف وادي المجموعة ب، دي فيها ست نقط ودي فيها ست نقط. بيقول لي عايزين نشوف الجزئية بتاعة ألف دي العبارة الأولانية إجابتها إيه في المجموعة ب. نشوف كده نوعيات الأسئلة اللي موجودة في ألف أصلا. بيقول لي أول حاجة من أهم استخدامات ماكينة الفرماتورة، تمام، دي نقطة من الأسئلة. تاني حاجة من أهم استخدامات ماكينة اللف. طيب في برضو بيقول لي الإبر بماكينة تركيب الأستك، ها برضو بيقول لي الإبر بماكينة تركيب الأورليه. القص بالقوالب يستخدم في قص. ما آخر نقطة عندي في المجموعة ألف بيقول لي المقص المحوري اللي احنا عارفين اللي هو اسمه استيرفو هو الأدق استخداما في قص، ومحتاج نكمل العبارات. طب ايه العبارات اللي انا ممكن اكمل بيها اللي هي موجودة عندي في المجموعة ب؟ بيقول لي اول واحدة تستخدم في تثبيت البطانات مع الرداء بالغرز المخفية. خدوا بالكم كل عبارة من دي هتلاقوا فيها جزئية كده بتوضح لي هي إجابة إيه في المجموعة بتاعت ألف. تاني حاجة في المجموعة ب بيقول لي يوجد بها عدد أربع إبر تتحرك مع بعضها أثناء التشغيل. جه بعد كده بيقول لي بتستخدم في تثبيت الغرز المقفلة حول العروة. جه بعد كده قال لي الحرادات الأكثر حدة وضيق. جه بعد كده بيقول لي رقم خمسة بيوجد بها عدد اتنين ابر مستقيمة مصنوعة من الصلب. جه بعد كده بيقول لي ستة الاجزاء الصغيرة كالاكوال والجيوب. المفترض حضراتكم كده لما بتشوفوا الجدول ده بتقدامكم بتقولوا مثلا واحد مع كذا، اتنين مع كذا، تلاتة مع كذا. لا، مش عايزين احنا نكتب كده. هو بيقول لي اكتب العبارة كاملة، يعني هنجيب الجزئية اللي موجودة في الالف ونشوف تكملتها ايه في المجموعة ب. نشوف كده مع بعض اهو. بيقول لي اول حاجه في المجموعه الف كان بيقول لي من اهم استخدامات ماكينه اللف ماكينه الفرماتوره. من اهم استخدامات ماكينه الفرماتوره ايه هو؟ نيجي نشوف كده الاجابه اللي كانت في مجموعه ب.
هي الإجابة بتاعتها اللي احنا شادين تحتها خطهم، بنقول بتستخدم في تثبيت الغرز المقفلة حول العروة. احنا كنا لسه برضو لو تفتكروا قايلينها في مجموعة الأسئلة بتاعتنا اللي هي كانت الخاصة باستخدامات ماكينة الفرماتورة أو الغرض من ماكينة الفرماتورة، وكان جزئية خاصة بيها اللي هي بتستخدم في تثبيت الغرز المقفلة حول العروة. أدام شفت المقفلة حول العروة بعرف على طول إن هي الخاصة بماكينة الفرماتورة. طيب النقطة الثانية كانت في مجموعة ألف اللي هي من أهم استخدامات ماكينة اللف، تمام؟ إجابتها في المجموعة ب كانت إيه؟ اللف. على طول لازم أدور على الجزئية اللي فيها غرز مخفية، ما أدام لف يبقى فيها مخفية. أهي المجموعة ب كان فيها اللي إحنا شادين تحتها خط أهو، بيقول لي بتستخدم في تثبيت البطانات مع الرداء بالغرز المخفية. برضو دي طبعا من أهم الاستخدامات الخاصة بماكينة اللف، إن هي بتستخدم في تثبيت البطانات مع الرداء بالغرز المخفية. طيب النقطة الثالثة في المجموعة ألف كانت الإبر بماكينة تركيب الأستك، احنا كنا لسه برضو قايلين عليها في الجزئيات اللي احنا كنا شادين تحتيها خطوط في صح وغلط، لما كان قايل لي خمس ابر واحنا قلنا لا دول كانوا اربع ابر. اهو كانت الاجابه في المجموعه ب الجزئيه الخاصه ان هي بيوجد بها عدد اربع ابر تتحرك مع بعضها اثناء التشغيل. معنى كده ان ممكن السؤال الواحد يجي لي بكذا صيغه يلخبطني، فهي ممكن تجي لي في صيغه صح وغلط، ممكن تجي لي في صيغه الغرض من، ممكن تجي لي في صيغه اكمل، ممكن تجي لي في صيغه اختار من مجموعه ألف ما يناسبها من مجموعه ب وهكذا، تمام؟ انا ما اتلخبطش بس واكون مركز. يبقى النقطه الثالثه في المجموعه ألف اللي هي الابر بماكينه تركيب الاستك بيوجد بها عدد اربع ابر تتحرك مع بعضها اثناء التشغيل. طيب نيجي نشوف السؤال الرابع او النقطه الرابعه في المجموعة ألف، هي كانت الإبر بماكينة تركيب الأورلي مالها؟ اللي كان بيناسبها في المجموعة ب، لو انتوا تعرفوا أصلا إن الإبر في ماكينة الأورلي أو وظيفة ماكينة الأورلي إن هي بتنظف لي أطراف الأقمشة المطاطة، وخصوصا بيكون التيشيرتات، بتعمل لي إيه؟ بتعمل لي خطين حياكة على وجه القماش وفي رش من تحت او كروشيه من تحت، فمعنى ان هي عملت لي خطين خياطه معنى كده ان هي بتحتوي على ابرتين. يبقى في الحاله دي الاجابه بتاعتها اهي بنقول ان هي بيوجد بها عدد اتنين ابر مستقيمه مصنوعه من الصلب. يبقى الابر بماكينه تركيب الاورلي يوجد بها عدد اتنين ابر مصنوعه من الصلب. طيب النقطة خمسة في المجموعة ألف كان القص بالقوالب يستخدم في قص ايه؟ طبعا احنا عارفين ان انا عندي حاجة اسمها استنباط، الاستنباط هي القوالب. الاستنباط دي بستخدمها في ايه؟ في عمل الجيوب، في عمل الاكوال، في عمل الاساور. يبقى الاجابة بتاعتي مش محتاجة تفكير، معنى ان انا شفت جزئية القوالب يبقى انا بدور على طول على اكوال او جيوب او اساور. فكانت الاجابة اللي موجودة عندي في المجموعة ب ان هي بتستخدم في قص ايه؟ الاجزاء الصغيره كالاكوال والجيوب. يبقى القص بالقوالب يستخدم في قص الاجزاء الصغيره كالاكوال والجيوب. طيب النقطه السادسه في المجموعه الف بيقول لي المقص المحوري اللي هو السيرفو هو الادق استخداما في قص. احنا طبيعي عارفين ان المقص السيرفو ده السلاح بتاعه رفيع جدا، بقدر استخدمه علشان الاماكن الضيقة او الرفيعة اللي ما يقدرش يوصل لها اي نوع من انواع المقصات التانية، ففي الحالة دي بيستخدم في قص ايه؟ اهو الحرادات الاكثر حدة وضيق، تمام كده؟ يبقى المجموعة الستة او النقطة الستة في المجموعة الف كان المقص المحوري السيرف وهو الادق استخداما في قص ايه؟ اهي الاجابة بتاعته الحرادات الاكثر حدة وضيق، تمام كده؟ تمام. هنيجي نشوف مجموعة الجدول الثاني برضو اهو عبارة عن خمس نقط. التشكيل بيرمز الى تستخدم ماكينة الشريط من اهم اجزاء عروسة البخار الخاص بالتشغيل. وحدة الادخال عبارة عن من اهم اجزاء ماكينة تركيب الاستك. والاجابات بتاعتها زي ما هي ظاهرة قدام حضراتكم في المجموعة الثانية، برضو هنختار وهنكتب اجابة كل واحد زي ما هو موجود قدام حضراتكم بالطريقة دي، ونشد تحته خط. وادي برضو النقطة
4 وادي النقطة 5. الإجابات موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، لو نرجع لها سريعا برضو كان عندي مجموعة من أسئلة علل، ادي السؤال ونشرح مع بعض، بكتب راس السؤال وبكتب لانه دي عشان اقول السبب بتاعه ده بيحصل ليه، وهقول السبب موجود عندي اهو، ادي ده شكل مثلا سؤال، ده سؤال تاني برضو عن الدوامات الهوائية الخاصة بكابينة البخار، وبرضو هكتب لان واكتب الاجابة بتاعتي، نرجع لها بعد كده في حلقتنا ان شاء الله، واكمل العبارات اهي. انا بس بوريكم شكل الاسئله اهي، وحضراتكم الجزئيه اللي فيها النقط دي بنكتبها ونشد تحتيها خط، نقرا بس الاجابه نقطه السؤال بطريقه مظبوطه وبالراحه عشان اقدر احدد الجزئيه اللي انا عايزاها ايه هي، او الكلمه اللي هو طالبها مني هي ايه. تمام، برضو كنت عايزه اوري حضراتكم جزئية تانية اللي هو عرف، وادينا مثال عن ماكينة الأورليه، بعرفه وبقول له هي بتستخدم في ايه والاجزاء بتاعتها ايه والغرزة بتاعتها ايه. للأسف خلص وقت حلقتنا النهاردة، ودعواتنا لحضراتكم ان شاء الله بالتوفيق والنجاح بكرة ان شاء الله في امتحان المعدات والماكينات والصيانة، ان شاء الله نراجع بس المنهج بتاعنا بتأني كده، نقراه كويس بالراحة، نراجع تاني الأسئلة اللي احنا طرحناها على حضراتكم النهاردة، نقرأ ورقة الأسئلة بتاعتنا كويس، نحدد ايه المطلوب مننا، نأكد راس السؤال تاني طالب مننا ايه. الوقت قدامنا ان شاء الله نعرف نجاوب بإذن الله، وإلى اللقاء على وعد ان شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.